تبغاني أسألك ولا تسألني؟ لا اسألني شيل اي اسألني. في عادات ودك تخلص منها؟ ايه وش أبرزها؟ المجامل. الجامل أنت واجد؟ اي والله لدرجة. طيب المجاملة ضرتك؟ اكيد ما فيها اكيد ضرتك واجد ولا شوي؟ كيف ضر في مجال المجاملة ضرتني بزيادة. يعني أنت جاملت وين ضريت؟ أنا جامل حتى لين شو اسمه أجامل لين تنقلب علي لين يصير مجامل ضدي لين يجي المجامل ضدي. طيب ولو رجع لك أكيد صار لك موقف صح؟ من المجامل صح؟ أكيد ها؟ إيه بس ما يدك بس أدري بس أدري ما أنت بذاكرة ها شيء حق لك يطلب السلام إنك تحافظ عليه بس صح. لو رجع لك الزمن بالجامل؟ لا لو إن عاد ما فيني وأتمنى إنها فيني إن اللي هي مجاملة مستحيل أبدا مستحيل. طيب اسألني نفس السؤال. نفس السؤال طيبتي الزايدة أحياناً يطلبون السلامة أكون طيب بزيادة مع ناس ما يستاهلون وتنقلب يا ولد ضدي. أقول لك حاجة. قل. في واحدة من عيال سبحان الله تراه مثلك طيبتها الزايدة في طيبة زايدة بالحيل لدرجة انه يسكت عن حقه قدام اللي ياخذون حقه. ما هو بخوف ما هو طيب ما ود انه يكسره او يرده او سبحان الله انا تراني انصحه وانا مثله فهمت. بس انا الطيبه اللي فيني ما بنفس ما وصلت للمرحله اللي هو وصلها فهمت. يعني هو متعدي بمراحل واجد متعدي بمراحل واجد ونخذ الواي بعلمك بأقل موضوع صار له ندري والله أقول كسمة عاد ولا لا عاد في النهاية بقول كان يطول العمر يقول جيت كان في شو اسمه في استراحته يقول جاني واحد من أخوياي قال أبي موترك السلام عليكم من الشيخ أبو نزال الله يبيض وجهه والله لا يهينك أبو سابر لا أنت شيخ قال يقول هو كان مهرج واحد صاير من بينهم مشكله ما ادري ايش ولد عم الواحد ذا جان شخص اخوي قال يا ابو فلان انا ابي مترك وما ادري ايش قال ذاك ابشر اللي هو اخوي قال ابشر اخوي حسبه بياخذه هو فهمت قال طيب المهم اخذ موتر اخوي ذا وعطاه ولد عمه اللي ما يهرج ولد اخوي. خلني بوضح لك عشان ما اتشتت انا بنفسي بعد. رامي هو رامي الشخص ذا اخوي. المهم يقول رامي اعطيته موتري قلت الله يسر عليك. يقول والله العظيم اني شو اسمه مغير زيت الموتر ومعبي فل يعني ابيه يعني ومغير لنا الكفر ومدري ويش عشان هو بيسافر بيروح لدبي. يا يبل منفعة الخوية ايه المهم يقول يوم جاء اليوم الثاني راح الشخص ذا وعطاها ولد عمه اللي ما يهرج رامي فهمت يقول المهم يقول رامي سكت انا يقول ما دريت عنها اصلا بالاساس كل اليوم الثاني اول يوم الثالث بعد اللي جايني واحد من خي قال مترك وش قال مترك وينه يقول بدقه فهمت قال مع فلان قال مع فلان ولا مع فلان فهمت اي فهمت قال يمكننا رايح قال لا معطيها انا فلان رايحين عليه راح لدبي يقول قال لا يا رجال فلان يصور عليه قال وش قال فلان يصور عليه قال يمكن هذا وده يزين الصوره يلا انا وراني سحب من السدال الحصى انا بس سمعت الصوت بس اعلم قال ما بفلان يقوله
قال شو اسمه؟ قال لا يمكن ذا اخذ ولد عمه، فهمت؟ رايحين سوا، رايحين سوا. قال طيب. سكت هذاك، عاد ما وده انه يزود على الرامي هذاك، سكت. يقول رامي، يقول انا لو انه رايح وماخذ ومسافر على موتري وانا مهرجه بعد ما فيها مشكله، بس يقول يوم انه جاء الحين مخلفات والموتر مخبط، والله العظيم يا مسط انه جايبينه على سطحه، يقول عليه مخلفات وجايبينه على سطحه موقفينه عند الاسراح بسطحه. يقول جاي يقول اعتذر منك وما ادري وش وبي... منك هو مخبطون بالموتر. ما هرج رامي في موضوع ذا نهائيا انه كان مع ولد عمه اللي ما يهرجه رامي. ما قال له ليه؟ ما اعترف له. قال انا اعتذر منك الموتر خبط معي وما ادري ايش وبصلحك. يقول رامي يعني يقول سك، شوف هذه معنى الطيب. يقول رامي سك، قلت طيب وسكت. يقول قال ابي اسوي موتر. قال رامي والله ما تحط فيه ريال. قال والله سك. قال والله ما تحط فيه ريال. يقول رامي يقول سكت قاضي. يقول ما يطمع جيت على ما اتمنى. يقول المهم انا اروح وانا اخليه. يقول موتري والله ثمن والله انه قاعد عند الاستراحه تقريبا شهر مخبط وعليه مخلفات. هذا اللي يقهرك. إيه؟ طيب هذه الطيبه وسكت عنها ما تكلم عنها. جو اخوان رامي ونصحوه. هذا من طيبه يعني. إيه؟ صافط الاخويه طول عمره. صافط الاخويه. يا ليت اخويه عاد احترمه وقدره وما اعطاها اللي ما يهرجه ذا. حتى خليك من ذي. حتى لو اني انا اخذ موتري لو ان انا اخذ موت الرامي صح؟ محتاج موت الرامي صح؟ بس اروح اخذه واعطيه واحد ما يهرج رامي صح؟ هذه ما تجي في العقل ولا لها داعي. هذه ما يسوي غير واحد ان الله لا يبلانا. هذه من طيبة رامي زيادة. بعض الطيبة تنكب قودت على راسه. وفيه ثاني كان معه سكوية، تعرف سكوية؟ كان معه سكوية 2010. يقول دق علي واحد من اخوياي قال لي ها؟ اقول حلو. يقول دق علي واحد من عيال قال ابو ميش انا ابي متركب ودي اهلي اللي هو رامي. ايه قال ودي اباخذ متركب ومش ابي اروح اودي اهلي ما معنا عشان اسكوي كبير وعشان اهلي ياخذون راحتهم. هذا يقول رامي يقول انا استنست. يقول ما طمعت. عاد هو ترى فيه فزع وفي نخوه وفي يعني يحب يفزع. قام مطيب راسه. ايه قال يقول رامي قلت ابشر والله ثمن والله ان الجيب اسكوي ذا اللي كان مع رامي يقول والله ثمن والله انه ما صار له اكثر من سنه ما كمل سنه زين تو جديد 2010 على ايامه. يقول اخذها له ما اخذها له بعد. يقول اخذ اخوياه يقول طلعوا. يقول يوم طلعوا تعا جاء قدامهم كلب الله يكرمك ويكرمك. المهم يقول طلع قدام كلب وتوطى عاد الموتر خرب وخبطه بمعنى ذا مكينه وذا راح فيها وجيه انتهت. ارحبوا انتهت. ايوه يقول المهم يقول رجع لي الموتر. يوم رجع الموتر والله ان الرجال ما قال بيسوي الموتر ولا قال شيء. يقول انا من طيب نيتي وهذا ما ودي اني هرجه فيها بعد. قلت له ان شاء الله ان شاء الله برجع الوكاله بزينه وبضبطه. يقول وقف. يقول والله العظيم اني وقفت عند البيت احتمال يمكن اكثر من سنه. يقول وانا ما معي موتر ولا عمره دق علي قال يا فلان تعال بعطيك موتري ولا. يعني هذه الطيبه والعطاء اللي ما في واحدة ما يستاهله. صح. هذه الطيبة تنكب وجت عكسية. لكن أنا يوم أقول لك الطيبة في بعض المواقف والله إني تأذيت منها. في مثلا بعض الأشخاص طال عمر السلام مثلا يجيني يطلبني شيء معين. وأنا يعني قادره وغير كذا احترام له وتقدير له. ما ودك إنك ترده بالأساس. ما أقدر أرد. مثل واحد الله يذكره بالخير ويستر عليه ويوفقه ويسامحه دنيا وآخرة. جاني مرة من المرات سلام كيف الحال وشلونك أنا أعرفه زين أبغى منك مبلغ وقدره. قلت
في طلب رسول الله ما ابشر بالسعد فلوس ولا حاجه لا المبلغ ما بقى مبلغ وانا والله جاني الرجال وصعبه اني ارده والمبلغ في يدي والرجال عارفه زين يعني المهم راح اعطيته المبلغ وراح على وجهه انا والله ما دورتها ولا يعني ما فتشت وراه بالعربي ما فتشت وراه راح وقت طويل تعدت سنه جاء عندي لازم كنت بشتري لي موتر والمبلغ اللي عنده ما هو يعني المبلغ القليل ولا هو بالمبلغ وسط مبلغ زين اي كلمته بعد سنه يوم اني شفت الرجال مهمشني وانا والله تعرف اللي ابى واصله وغير كذا ما ودي احسسه اني ايش انا شفت له ابي هو اللي يكلمني فهمت يعني اني لا مني اعطيته فرصه ولا جا قدها تركني مهمش يوم اني شفت الرجال ما استحملني مره ما استحملني انا المشكله اعطيته يعني الرجال عارفه وانا بينك وبينه ما حد يدري به اي ما حد يدري به تعرف بعدين بعض الناس لو منه عطى واحد فلوس يكتب عليها اوراق وما ادري وين اي ولا يعطاه قدامه يجي يشهد العالم لا لا ما شهدت عليه احد وقوم من طيب راسك هذا من طيبك ربي المهم يوم شفت الرجال ما استحملني فتره راحت فتره طويله كنت يطلع عمر السلامه ما لي ليش ادق عليه وانا ما انا بطلبه شيء لي انا ما هو وجهه ما يستحي منك لا تستحي منه تكله قال اي مبلغ حلوه قلت يا ابو فلان جحيد ومر بعيد اي مبلغ انت اصلا متى تعرف زي اسلوب يا ولد نرفز الواحد قلت زين جعله صحه راسك والله يسامحك دنيا واخر والله يوفقنا وياك هاي يلا مبدع عنها انت تبى شيء ناقص عليك شيء حتى انا ما ودي اخربها معه يطلع عمره السلامه يوم اني شفت الرجال وصل للدرجه ذي وللضعف ذا والله اني جنبت عنه قلت جعله صحه راسك والله يجعله يطلع عمره السلامه يسامحك دنيا واخره والله يستر علي وعليك وعليها ويقابلني يا رجيل والله العلي العظيم انا اسلم عليه انا اسلم عليه طال عمر السلام شينه انك تصد منه لان بيني وبينه علاقه قبل الموضوع الدراهم امره بسيط لكن ما بزين ما بزين طال عمر السلام يحتاج حد حق عمرك عيد والله ما اقول لك ذي والله بقول راح جعل صحه راسك انت اخذت علي اللي فيك ما يخطيك طيب ولا قالها فلوس بقول فلوسك خليها في جيبك مع السلامة أنا بينت لي طال عمر السلامة بس باحترام بعدها قلت له الله يسامحك دنيا وآخر يوم أنا شفت الرجال ما له أول بسامحه خلت وببيح منه بس ببين رداه خليت طال عمر السلامة هو الموضوع يا أبو مدعث هو يوم أنه نتكلم عنها يقول من الطيبة هذه الطيبة الضايعة فعلا طيب أنت الطيبة يا أبو مدعث طيبة يا رجال أني راح بين رجيلها لا لا صدق قد حصل لك مواقف في الطيبه الزايده خلتك تندم اي تقدر تذكرها وين شايفني وش دولاب انا شايفني محل مختار طواقي ولا دولاب ما رجاليه لازمات رجاليه انا الله يسامحك ابو فارس اسلم الطيبه الزايده ما هي بفلوس ولا هي بفلوس. انا داري بس حنا نذكر مواقف انا موقفي انا لخويت الرجال وحبيته اجي من دفع كلي واحترمه وقدره وشله فوق عيني وراسي هذا تعتبر طيبه في ناس الله يسامحهم يبيح منهم استغل هذه الطيبه يحسبونها ضعف مني سبحان الله يحسبون ذا الرجال لا ماني ضعيف انا لحبيت الرجال جيته كلي كفو. بس اذا عاص خليه تعوص وتضرب الحاز يسار تشل بدنه وترجع بلدها ليش شفت الواحد قام يلاوذ يسار يمين لا والله ابطب عليه تنقلب الطيبة 180 درجة خاصة الشخص اللي أعزه وأحبه وأقدره وأجيه مندفع ها ويستغني يحسبني ضعيف ها لا والله كذا يعني أنقلب انقلابة قوية وهذه الطيبة أنا في الواحد إذا حبيت أحب قدر المستطاع خلك حدود يعني ما هبتدي إذا جيت ترى المجتمع ترى ما يلامون ليش واحد مندفع كله هو تقول هذا خبيل ولا شكوه مندفع ولا لا لا في اشخاص كذا عينته انا ممكن تشوفني مع احب واحد واقدره امشي معه واقدره واعزه لا جاء منه ها كذا يعني ما قدر الاحترام اللي جاي هنا مندفع انقلب تصير مثل كبر جبل طويل والشخص اللي ما بيني وبينه علاقه ولا ما بيني وبينه بلا ولا
لو يجي منها كبرى طويق اعتبرها زي تراب فهمت الكلام؟ فهمت. اما الشخص اللي بينه وبينه ويجي منه مثقال ذره لا. فلذلك انا طيبتي زايده في ذي النقطه، اذا خويت وحبيت الشخص اجي كلي مندفع اندفاع باهر ومخنس. طيب ما تشوف طويل من السلامه هذه تقدر تخلص منها؟ يعني تقدر تخلي لك حدود ولا خلاص هذه الطبيعه تنفي؟ والله طبيعه بس لاني ويش ما اندفع انا في الحب ولا قد الرجال مره مو بي واحد يجيه كلك تبخس الرجال تبخس لين تحك بعده اي بس اكيد تدخل معه. طيب بس بس إن هذا عيب ترى. طيب. شوف انه شوف مو بعيب كثر ما هو بعد زين الوسطيه زينه. الوسطيه زينه بس الوسطيه يطلع عمر السلامه الواحد في البدايه ما بيمسك على طول، اكيد ان كل موقف يجبره انه يرجع للوسطيه ويعطي كل واحد حق كل واحد قيمته. آه اكيد انت حصل لك موقف يعني. انا حصل لي موقف جاب هو اللي جاء على بالي جاء في بلاك ليست، هذا ما جاء في وسطيه جاء في بلاك ليست. الله يبيض وجهه طول عمره. هذا جاء هذا عشره 16 يمكن بلاك الشباب عشره، انا رجال حوالي 16 سنه اللي علمتنا عنه من عمري 5 سنين او 6 سنين. انا وياه شيء يا ولد ومندفعه والله مندفع بعد يبادل نفس الشعور. ثم غدرني غدره ما يغدرها ما يغدرها اليهودي لليهودي ولا اليهودي المسلم. انصدمت انصدام قوي. هذا حطيته في بلاك ليست ما عاد وسطيه هذا ولا عاد هذا ما عاد هذا اللي صدمك. هذا اللي صدمني. انت كانك اللي يقول انا منصدم في معظم اصحابي الغالين ولا عاد باقي عندي شيء ولا عاد باقي عندي ولا عاد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا حتى من قوه افكر في موقف خليك لان 16 سنه ما هي بس يا اخوي اقول لك 16 سنه تنخدع الخداع تنخدع البايخه يا ولد يا ولد. جلست ترى ثلاث شهور وانا في زي الصدمه من هول الصدمه. يا ولد انت عشت معه 16 سنه ما جابني بينهم مواقف قويه. رجال رجال شكيت تالي يا. حتى يمكن يطلع يعني كل الناس يقولون يقول 16 سنه ما بان معك الرجال. لا بان 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 يعني بس اخر شيء قام يخس قام يدق. قلت مر بظرف مر بظرف ازمه استوديت ما ادري تواده يا بالطاعه يا بالطاعه الله يستر عليه مما يلقي وجهه ويسامحه ويبيحه ويحلله ومن هالمنبر اقول الله يسامحك اذا تشوفني تخابرني ومسامح ومبيوح والله لو واجهك اني لا اسلم عليك بعد ذا كلام وبعد طيب المده بس ما في الصدر انا شف طيب اسمع اقدر اسلم عليك عندي بس ما احط ما احط بيني وبينك خلاص اوقف طيب اسمع خلاص ماذا لو عاد معتذرا؟ يعود يعود عزيز غالي بس ما يعود مثل اول مره مره حتى ولو نرجع وترجع علاقتنا لا يمكن انها بترجع مثل ما كانت مثل ما كانت خلاص لان الرجال كبوت حصان بعد ذلك في الاولى كبوت حصان كل ما قام الحصان يعذر يعذر ويطيح اكسر رجله والله حصن وراهم حصن غير على ما قال الله يزينها ربك ايوه والله البيورون الله الله البيور واجد البيور اليبور اليبور لا جمعها طيب بوارين البوارين واجد الله يخرجنا القدر ردي وقردي والبنادق ما تثور الله هل جعل ربي يقطع اللاش هو اللي يسمع كل كلمة ضايعة خل هضم من العبور وكل رجل يتبع الطيب لازم نتبعه وانتبه من خوة تخدعك ولا تبور وانتبه من زلة تخسر اللي تجمع وانتبه يا صاحبي لا تلف ولا تدور وانتبه لا تقطع الوصل ولا تمنع الله ابو رامي اللي هرجك عنه هذا اللي أخوه اسمه طارق الشخص هذاك أحب له يعلان من طيبه وكرمه ووقفاته معي أقول فيها في ساعة فيها تزين القصيدة وقاف مفول الصبح شارق بمدح اللي في المواقيف وليده ونقيل من هو قلت بالصوت طارق وهني من هو عضيده هنا شهد إنه في المواقيف فارق الله أكبر هذا اللي تقول خرامي هذا خرامي طارق أيوة. يوله المفرحات هناك كراتين نجي نشرب فيها عندنا شغله
والله انت شفت عندنا يا رم ما ادينا ناقره سنيه ما عاد نبغاش ما عاد نبغاش جانا ما يسدنا شهر كامل انت البرنامج صدق الكرات اللي جاتنا البارح انها تسدنا لان نطلع من البرنامج هذه يا طوال عمر السلامه انا احسن فريق الدعم هم فريق الدعم من بعض الاشياء اللي التيشيرت من فريق الدعم اما الفرحات هذه جايه من ابزياي ومن اخوي فزع الله يخليه ومن جنى ومن حصوص ومن النوري ومن فهود الله يطول بالك هذا المرسلين هالكم غير سجلت اوضح البارح لما جتني الصوره كامله بس الحين تحققت منها اجيتكم تقول شرع يقولون شرع عجل ما شرع غيركم غير القرطاسه راحت وشرعنا لان قلنا بس موقعها بغيرها انا لا لا خلها على الموقع لما ما شفت ولا اسمع خلها في الجهه اللي يمي ابو عندك عندك انا ما اقدر انا اذا جيت قمت الظهر لا اذا جيت لازم في قرطيش في دنيا لازم اخرفش يقوم انا ما وصلت الكرتون انا حاط عند الباب يوم جيت حتى عند السرير قالوا عشان هناك قلت له جاكيت حط عند الباب شرع من الباب قريب يروح يتخطران يحط سريري كله كان شو اسمه اللي عند البقاله الدكان بغيت اجيب لي بيض طري بغيت اقول كان لمس لذلك غيروها غيروها يا مصر غيروها الله يكثر خيرهم يطول اعمارهم اللي من السعوديه واحد واحده نوري من الكويت بنت والله مرتقات ايش تودها لهم والبقين زياي هنيه فخر تستاهل ابوي فزع الله يخليهم يطول اعمارهم حركات 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 تستاهل من قدك احنا الهدايا تشطفنا من يمين يسار يلا اهلكم هذولك ما يبلي شرعوا فيها شرع جاي ما شرع غيرك سالم بس التيشيرت هذا لازم البسه اي لازم تلبسه بصوره وحركات يا لما خطير خطير ابو مدعت بلدنا بلدنا ايش عاد تسوي؟ اوه ايش عاد؟ يا رجل هذه لبيك وسعديك بسألك سؤال شاطح شوي اسأل احنا ترى الجلسة هذه مسمينها جلسة ايش؟ اعترافات اعتراف انا لي انا بصرح من المنبر اي سؤال صريح سوف اجاوب عليه بس انتبهوا بعض السؤال شاطح شوي هو يعني انا ابغى الشاطحات احب الشاطحات طيب فيصل بن مدع ونعم ونعم وش تاهل النعم؟ شيء مفروغ منه اي ما يحتاج اي بس بسألك سؤال اسال تقرا الجواب بعدين يا محجر عيون لو حلو لو عاد معتذر احتاجتك قناه الواقع كمقدم او اي قناه ثانيه مقدم ما هو بشاعر مقدم حلو هل فيصل ممكن انه يصير مقدم انا اصلا داخله ترى بالموهبتين هذه مقدم وشاعر بس الشعر هنا طغى على التقديم ولا لي في التقديم بجاه التقديم اللي فيه غير ما اتيحت الفرصه اني اقدم خذاني الشعر اكثر من التقديم في البرنامج ولا احس التقديم عندي وان شاء الله بوال المطليق جيتهم تقديم ولا شعر ولا هو هاي بس لا انا اقصد انت ما انت مقصر انت كفو رايتك بيضه وعلمك طيب لا بس انا عزوز لكن اقصد مقدم فقره حلو فقره بتلتزم بها نعم مثل الفقرات اللي تجينا هذه المستثمر قل المستثمر مستثمر مره ما عندك اي مشكله ما عندي اي مشكله تقديم ما عندي اي مشكله طيب بالكلام لك يا ابو عزوز نفس السؤال كم منبر من اجابتي ليه منبر من اجابتي نفس السؤال ترى عادي في شخص نفسه كذا كذا من الداخل انه لا يشوف نفسه في ناس يقول انا خلاص اكتفي انا شاعر انا جيت شاعر خلاص انا بكون شاعر انت بتكون مقدم وش مقدم ما اعرف التقديم شو اسوي يمكن احتمال يمكن اطول عمري واجي ممكن بس تقديم ترى ما والله لو احتاجوني صدق اني حاضر وبد الفرصه هذه ما تعود صح كلام والله ما تعود بس كذا انا ترى لي في التقديم شيء خفيف يعني خبره بسيطه من ايام المدرسه والاحتفالات الوطنيه هذا ضحكه رجال نعرفه اسلم الاحتفالات الوطنيه طال عمر السلامه يحط الضحك ما بغريبتنا علي شفر ميزه وصل اسلم اسمع طال عمر السلامه ممكن بين عليك حس التقديم ممكن طال عمر السلامه بنسبه 99% اني اصير مقدم عادي لو اترك الانشاد تصريح قوي تصريح قوي طيب السؤال انت قد اجابتك هذه حمد تراجع انا اسمع لا تعدني عليك اسمع انت سؤالك وش يقول يا مصط وش يقول بالضبط سؤالك هل بتكون مقدم لا ما جاوبت انا بس اني رميت اجابه ما
تراجعنا. متراجعنا. ها وش هي؟ طيب وش هي؟ انت يا اورنس هل لو احتاجتك القناه كمقدم؟ هذه من تهمنها. لو احتاج لو محتاجين القناه بجي اكيد. لو خيروك. لو خيروني ليش؟ تصير مقدم او لا؟ ما احتاجك انا. مقدم اكيد. ها؟ تصير مقدم. يعني عادي ما عندي. انا لا لو شو اسمه لو تخلص من التوتر ترى اشوف نفسي عادي عادي ترى لا انت توتر شوف انت تطور فيك في كل شيء اذا بس فيه في واحد يقول اذا توترت لو انك 100% تصير 50% واذا صرت 50% وانت متوتر تصير 0% يعني انا توتر عندي بزياده طيب اسمع لا بالك ما عليك ولا كنت اعرف التوتر ذا قبل لا ادخل برنامج ما كنت اعرف طيب اسمع طيب. انت اول التصفيات تصفيات ما كان اورنس زي كذا يعني الوضع فيه تطور صح ما كنت انطق بحرف عادي ترى شيء طبيعي لان هذه تجربه جديده علينا كلنا صح. والواحد مع الممارسه وذا تطوير الامور عندها صح خير ان شاء الله انت متطور ترى 100% تطويرك يعني من يوم دخلت برنامج الى الان خاصه في الشهر الجاي ذا اللي جاء وقدنا من تصفين فيه تطور واضح وملحوظ طيب بسالكم سؤال ان شاء الله انك اليوم بس انت لا تضرب على الحام يا اخي اركد انا اضرب على الحام اليوم اليوم كم في البرنامج 66 66 66 يوم وش الفائده اللي طلع بها فيصل هو ورز خلي جاوب فيصل ثم يجاوب اللي مره يعني لا تقول لي جيب لي 20 فائده لا فائده واحده هي الاساسيه ادري الفوائد كثيره بالنسبه لي ولكم واكيد ان بنتفق زي ما اقول لك يمكن 80% من الفوائد هذه بنتفق فيها كلنا لكن فائده فادت فيصل ويشوف انه مره لو يطلع من البرنامج ما يستفيد الا الفائده هذه تطوير فيصل ككل مثلا اول الرهاب من الكاميرا كان ما عادي طيب عشان ما نروح بعيد عن كنت يعني ما انت متعود على الكاميرا لا متعود وعادي الشعير كان نص وعادي يعني ما كنت يعني لك تجارب سابقه اي تجارب سابقه في محافل وذي بس كان فيه نوع بس الان تطور جذري حلو في فيصل العرجاني حلو حلو من حتى من كلام من ثقافه من تحدث من تخاطب حلو من تمييز من كل شيء حلو هذا اضاف البرنامج اضاف الفيصل شيء كثير اضافه ما نختلف اضاف لنا كلنا بس انا كان كان شخصي انا كتطوير ابرزها شيء يعني تشوف انه تعامل مع الاعلام حلو طيب عشان ابو عزوز نفس السؤال عشان ما نروح بعيد تعاملي مع الاعلام هذا اول شيء انت تبي كان كاسب وش كسبت في برنامجك يا اخي ابرز فايده ابرز فايده الفوائد مثل الكاميرا اتفق فيها وش اسمه الكاميرا صرت انسان يعني ما عاد افكر فيها بزياده ولا عاد اهتم فيها بزياده هذا ابرز شيء هذا ابرز شيء والفوائد انت تبي الفوائد اللي الفوائد واجد اللي كسبتها بين الاسوار هذه اللي ابرز شيء يعني تشوف انها تغير ولا كسبتها برا لا لا هنا من البرنامج عارف يا الجمهور هذا اللي كسبته انا اشوف يا ربك الحمد حلو وش الفائده اللي اضافت لورنس وش اسمه التعامل مع الاعلام وحاجات واجد حاجات الى اخرها بس انا قلت هذا الجمهور ترى شيء متفق عليه يعني ايه انا اقول لك عشان كذا اقول لك احنا الفوائد نتفق فيها 80% نفس الفوائد اللي استفادها مسرط استفادها اورنس وفيصل والعيال الباقيين كلها انت طيب انت وش ابرز شيء استفدته؟ انا ابرز شيء صدق يعني يا طول عمر السلامه كيف اقول لك الفوائد زي ما تقولون واجد لكن خلتني يا طول عمر السلامه اعرف كل خطوه اخطيها في الاعلام كل شيء يعني من التعامل مع الاعلام بشكل صحيح ايه بالضبط عليك انت كويس انت الحين ساعدتني فيها لاني انا ما ابغى اوصلها لكم بس انت وصلت لها طريقه حس تقديم حلو تفضل دورك حلو يا ما له دخل بس هيك سؤال حرفيا طبعا خلتني اتعامل مع الاعلام بشكل جيد ممتاز
وقاعد اتطور لين اخر يوم ان شاء الله وباستمرار ان شاء الله لين بعد البرنامج. وتعتبر مشاركتي في البرنامج انا بالنسبه لي انا تغيير جذري في حياتي. صح. في مسار حياتي. اللي بقوله فيصل العرجاني. حلو. تاثرت من استبعادك من البرنامج. انا كفيصل؟ ايه. انا تاثرت عني؟ ايه لا. لا تعطيني من ناحية تأثرت من ناحية تأثرت إيه لا إيه تأثرت نعم تأثرت. طيب رجعت فيصل يوم رجع كان نفس الحماس اللي في البداية ولا نقص من الحماس شوي؟ حاول إنك تقول الصراحة. أنا أشوف والله أقول الصراحة. يلا أنت تقول بقول الصراحة. والله أقول الصراحة. يلا قول الصراحة. شوف ببساطة لا تفكر ذهن ببساطة لا ببساطة صدق كان الحماس نوعا ما نفس الشيء بس مثل ما تقول ان عقب الاستبعاد والرجوع فيصل صار شرهته اكبر طمعته صارت ابعد هذه ثقلت على فيصل شوي فهم قبل الاستبعاد ممكن قلت اقول له وصل 60 يوم فيصل قدم ليلة قبل ما استبعد مثلا استبعادي كان في يوم 42 قبل كنت حاط قلت وصل فيصل نص البرنامج فيصل كسب مشوار قوي لانه متسابق انجز انجاز قوي اي متنافسين معه قويين بعد الاستبعاد والرجوع من الاستبعاد صارت شرهتي اكبر صرت اطمح للابعد ابعد مراكز ورا بعد بعد البرنامج صار هدفي ابعد ورا البرنامج فممكن ثقل يحمل عليك والعزوم ممكن تغير الناس تغير تصرفات تعرف تحسب والاستبعاد ترى صار اثر ايجابي علي صرت اعرف المداخل والمخارج. طيب هل في فتره من فترات البرنامج او اسابيع البرنامج جاء عندك برود قوي لدرجه انك قلت بطلع من البرنامج؟ ايه في التصفيات الأولى أول تصفيات أول ثلاثة أيام أو أربع أيام كان الكركبة ازدحام ترتيب أرق قلق ما تدري شك عليه هذه صارت مع الأغلب إيه بس صبرت وصابرت وكافحت يوم تعديت تعودت في أي هذا شوف أي حتى الدورة العسكرية اللي دخلتها هي دورة عسكرية رزقك هاي تعتبر رزق بس دورة عسكرية وظيفة رسمية اول هذه اربع ايام الواحد يفكر الخروج اذا تعدت اول اسبوع انت اجتزت تمام المرحله. طيب حلو بنرجع لك ابو عزوز بس تدري يا طويل العمر السلامه اني انا اول ما دخلت البرنامج اني اغلب الشباب اني ما اعرفهم بس ممكن الشيء اللي كسر الحاجز بيني وبين اغلب الشباب يعني اني تعرفت عليهم ودخلت معهم بسرعه بس تذكر مكالمتين وياك قبل البرنامج؟ اذكرها ولا انساها. تذكرها؟ والله اذكرها وانا ماسك الخط. ترى المكالمة ذيك يا طويل العمر السلامة خلتني حتى انا وانت من البداية على طول دخلنا يا طويل العمر كنا نعرف بعضنا على طول والله بيض وجهك اول ما مسكت اول يوم رحت اتصلت تصويرنا مو بالتصويات التصوير قبل الدخول الو لين درج الدق لي الو السلام عليكم السلام من معي؟ معك مصطفى الجبيلي متسابق معك ارحب يا مرحبا اول متسابق دق لي ويا غامي عرض العلوم الطيبة اجيت تربى ولا اجيت وانا اخوك وانا قلت ابشر بس واجي اقول وين مصطفى؟ واجي هنا ومصطفى ما جاء عليه كوت اخضر ثوب ابيض جاء متاخر كل ما جبت وين مصطفى جايين طياره رجعت من المطار والله اعدله لين جاء يعني كان اتصاله لي كنت انا رحت سكت كويس الدنيا فيها خير يعني في ناس تبادر بالعلم الطيب مثل ابو عيد يوم اتصل ويعطيك دافع معنوي ويعطيك كنت كويس انا كان خايف ادخل قلت بلقى الحين الناس متكبره متغطرسين جالسين يعني دخلنا برنامج دق علي ابو عيد والله وين ابو عيد؟ يوم جانا احنا نصور اخر شيء. تدري المكالمه ذيك هي اللي كسرت كذا بعض من الحاجز من دخول البرنامج وخلتنا ندخل الجو على طول. انا مثل ما قلت انا رايح وانا جاني دافع قوي وانا قلت متى اوصل؟ دريت ان فيه ناس عليهم مكالمه ذيك الشرفه الله يبيض انا ما دريت بيجيكم فنان بعد نص ساعه. مرحبا ابو مسعود. كل واحد انا حمر عيني ابو فارع.